وتعود سريعه وانطلاقه اماميه مرتده سريعه لمصلحه احد. الان فرصه للتونسي امام المرمى. هذه الكره انطلاقه جميله من جانبي الصيفي، انطلق ومر حط الكره من السعوديه، محاوله من جوهر بينيه جميله جميله، فرصه جوهر جميله، كرات محسن جوهر حطها لوف محسن جوهر حطها جميله. صيفي مر حاول ان يصوب، مر من امام بلحي والمدافع الاتفاقي يتالق في ابعاد الكره الى ركله على جهه اليسرى. الان عرضيه منتظره وخطيره وحديه، هذه اللقطه رفعت الكره وصلت عند الصيفي، صوب بقدم اليسرى وسجل هدف احد الاول. 1-0 لاحد. صيفي من نصف فرصة سجل، من نصف فرصة سجل في مرمى الاتفاق. وصلت كرة مرة أخرى، عرضية لفخر الدين، الله، شوط بينية جميلة لفخر الدين، فخر الدين بن يوسف، عرضية أمام المرمى، ينطلق الآن فخر الدين يمرر، الشيخ أمام المرمى بالاتفاق، خطيرة رائعة من جانب الغامدي، طويلة وعز الدين راحت لفخر الدين إلى خارج أرضية الملعب. فخر الدين بن يوسف حاول أن يلعب الكرة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.